شكرا نايمة. والله تمام الحمد لله. والله أشكر جزيل الشكر لك اليوم هي ناقشين في الجزائر اليوم. خليني بس عشان أعرف قصتك من البداية. فين نشأتي أنت بالضبط؟ متى جيتي لليمن؟ يعني احكي لي تفاصيل على بداية حياتك هنا. أيوة أكيد أكيد. احنا جينا اليمن في 1987. طبعا الوالد كان مدرس اول ما جينا لهنا. من الاشياء اللي اذكرها لطفولتي لما جينا كان انه طبعا يعني تخيل عائله كبيره، احنا 8 اشخاص مع ابي وامي 10 اشخاص. فلما تكون عائله كبيره تيجي لمكان غريب شويه، الموضوع يعني مش سهل. ولكن انا كنت صغير طبعا، كان عمري سنتين اول ما وصلت، فاغلب الذكريات اللي انا احملها مثلا عن الصور قليله جدا. كل ذكرياتي بدات مع اليمن، فبدات مع المدرسه، مع صحباتي من المدرسه من اليمن. طبعا كنا في كايز هذه الفتره، فهذه اغلب الاشياء اللي انا اذكرها مثلا عن طفولتي. انه اول حاجه هي اليمن كانت الحياه شويه صعبه على الوالد والاطفال واخواني طبعا. بعدها بدات المدرسه، بدانا كوننا الصداقات والجيران والاهل. فلما يكون الطفل بيجي عمره سنتين لمكان جديد، اول حاجه يتعلمها هي اللغه العربيه طبعا. يعني كنت جلستي في تعز ونقلتي متى في صف ثلاثة؟ طبعا ظليت في تعز تقريبا قرابه 20 سنه، يعني طلعت صنعاء في 2008 وهنا بدا مسيرتي في العمل الانساني. ما شاء الله، ايش اللي خلاك تقرري انك تكوني في العمل الانساني وكيف بداتي يعني فيه؟ هو واحد من يتربي في بلد معينه يشعر كذا، انه اول حاجه يشعر انه ينتمي لهذا البلد. موضوع الانتماء هذا بسيط للغايه، لانه انت مكان تربيت فيه كبرت فيه، واعتقد هذا اكثر شعور يشعر فيه اي شخص وما يتربى فيه، يشعر انه احنا جزء من المجتمع اليمني. في انتماء، وبالتالي بعد الثانويه مباشره بدات اعمل انشطه تطوعيه. كنا بنعمل نجمع تبرعات نساعد بعض الاسر، فصار بيني وبين العمل الانساني ارتباط كبير، خاصه مساعده الاخرين وتقديم العون. تشوفي كذا ابتسامه في وجوه الناس اللي تساعديهم. متى بدأت تشتغلي مع المنظمة الدولية وايش شغلك معاهم بالضبط يعني؟ والله في 2015 انا رجعت للصومال، فكانت مرحلة انه الواحد يرجع لبلده ويشوف ايش ممكن يعمل شيء مختلف نوعا ما، او حتى ممكن يشتغل في المنظمات الانسانية او العمل الانساني في الصومال. وخلال تلك الفترة وجدت عرض مع منظمة الامم المتحدة، المنظمة الجنوبية في جنوب السودان، فرحت اشتغل معهم في مجال الشرطة. فكانت اول مرة اصلا اشتغل في مجال الشرطة، يعني حاجة جديدة علي تماما. المأوى يعني؟ ايوه، اللي هو المأوى، إدارة المأوى والمواد الغذائية. فكان حاجة جديدة جدا عليا، وكانت طبعا تجربة تعتبر رائعة جدا. ومن هنا بدأ العمل، تجربتي في العمل الإنساني في المجال الدولي بحيث ما هو السودان. متى رجعت لليمن؟ رجعت اليمن في 2019 برضه مع مشروع الشلتر. ما شاء الله، كأنه كان امتداد لعمل اللي أنا اشتغلت فيه في جنوب السودان، وأجيت أشتغل في اليمن. وطبعا أنا كنت أتمنى أن أرجع أشتغل في اليمن حقيقة، لأنه أول حاجة شغلي في جنوب السودان كان دائما يذكرني انه في مكان انا اخر انتمي اليه كذلك، اللي هو اليمن، والمكان هذا احتضنني. فحسيت كذا انه اعاده هذه، كانت تعملي رد جميل للمكان اللي تربيت فيه. فكنت سعيده جدا، يعني حتى اصدقائي في اليمن لما الناس اللي تركتهم في 2015 ورجعت 2019 اشتغل وقابلتهم وكذا، كان حاجه جميله للغايه. يعني شعورك انه يعني انا رجعت الى بلدي باختصار. يعني كلعه في المجال الإنساني، في مجال المأوى، كيف لقيتها؟ هل هي صعبة؟ هل في تقبل من الناس؟ هل تشوفي إنه أصلاً ضرورية يعني؟ لي اهتمام كبير بجانب المأوى، لأنه دائماً أنظر للمأوى، السكن له علاقة بشكل كبير جداً بالمرأة. وكأني كامرأة عاملة في مجال المأوى، أنا أحس إنه شيء رئيسي جداً، إنه مش فقط إنه زملائنا الذكور اللي يشتغلوا فقط في مجال المأوى بحكم انهم مهندسين، انه احنا كذلك النساء لازم نشتغل في موضوع المأوى. لما ننزل المجتمع على سبيل المثال ونتكلم مع الاسر ونتكلم مع النساء في المجتمع، دائما نسألهم احتياجات المرأة. لما نتكلم على الشلتر، كان في معانا مفهوم سابقا انه لما نتكلم على الشلتر او المأوى بشكل عام نروح نسأل الرجال، نقول ايش تحتاجوا بالضبط مثلا كمأوى؟ ايش الحاجات الناقصة المأوى؟ ورغم انه الاساس المفترض اسأل المرأة نفسها. وفي مجتمعنا طبعا كمجتمع محافظ دائما يفضل انه يكون في نساء يتحدثوا مع نساء، تشعر بأريحية اكثر لما تتكلمي معها. عشان كذا طبعا احنا حريصين في فريق المأوى انه يكون في برضه في معانا بنات يكونوا هم اللي يشتغلوا مع المجتمع. هل في تقبل من المجتمع ليش، او هل واجهتي صعوبات انت كعامله في المجال الانساني؟ احنا تربينا في اليمن وانا اتكلم اللغه اللهجه اليمنيه ما شاء الله عليك، فالناس ما يشعروش اصلا بالاختلاف لما انا اتعامل معاهم بشكل رئيسي.
ولكن طبعا بشكل عام خاصه لما تروحي بعض المناطق اللي نوعا ما محافظه وتواجد المراه يكون نوعا ما صعب، لكن لما يشوفوا النتائج اللي يخلقها هذا الانسان في عمله او في المكان اللي يتواجد فيه، هذا يغير من نظره المجتمع. حتى اصبحنا نشوف في المناطق المحافظه كذلك عندهم استعداديه انه يخلوا بناتهم اللي موجودين في المجتمع انهم يشتغلوا مع المنظمه، لانه اول حاجه بدأوا يشوفوا الفرق اللي يصنعه تواجد المراه في خدمه المستفيدين او النازحين في المجتمعات هذه. حيث ايش اكثر شيء انت بتشوفيه يعني حاجه كذا بتعتبريها تفصلش، حاجه سويتي في حياتك او موقف حصلش في حياتك كعامله في المجال الانساني يخليك تحسي انه كل الصعوبات كل التعب يستاهل عشان مثل هذا المواقف او مثل هذا الاشياء اللي حصلت، حاجه تسعدك هكذا وتشجعك؟ طبعا العمل الانساني بشكل عام مصدر للسعاده، يخلي الانسان دائما يشعر بالرضا عن الحاجه اللي يسويها، لانه كل ما تنزل للمجتمع وتساعد مجتمع معين الناس بسطاء خاصه المجتمعات النازحه يعني معاهم الابسط الاشياء البسيطه للغايه اللي ممكن انهم يستخدموها كمواد مأوى او كمواد غير غذائيه او حتى يعني ظروفهم المعيشيه صعبه بشكل عام. فلما تروح الى المجتمعات هذه وتقدر تقدم القليل، طبعا لانه انا دائما انظر انه احنا كمنظمات انسانيه لا نصنع المستحيل، في النهايه نقدم الاشياء الضروريات اللي ممكن تساعد هذه المجتمعات على انها تتجاوز المرحله اللي عايشه فيها. لكن لما تنزلي للمجتمع وتشوفي اسره صارت اللي كانت عايشه في خيمه واصبح معاها مأوى خشبي بسيط، وبعدين طبعا الاسر عندها يعني تحس انها حابه تستقر، عشان كده تلاحظي انه اوريدي حاطه عندها حاطه عفش بسيط، زينت المنزل بطريقه جميله، فتشعري كذا يعني يعطيك احساس غير عادي، يعطيك احساس انه والله حاله تخليك تدفعي تصحي الصباح وتستمري بالعمل، لانه تحسي انه انت قدمتي نتيجه جميله للغايه يعني. يعني حاجه اخيره تتمنيها في عملك يعني في المجال الانساني او تتمنيها تشوفيها في البلاد؟ والله انا اتمنى يحل السلام في اليمن، ان شاء الله الناس تعود الى مناطقها وتشعر بالامان والسلام، ما تحتاجش انه الناس يكونوا عايشين في خيام ولا يكونوا نازحين، فيعود السلام بحيث انه ما عاد يكونش في احتياج انه المنظمات الانسانيه تتدخل او تقدم عمل انساني او طارئ. هذا من ضمن الاشياء اللي انا اتمناها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ما يحل السلام. اشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء اللطيف جدا، وشكرا لكل اللي قدمني للبلاد اللي هي وطني الثاني يعني. وإذا نشوف الأول نشوف اشتياق لبسها إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا.